صباحكم الخير. يوم الاثنين 27 نوفمبر تشرين الثاني، يوم القمر مرافقنا من برشمائي برج الحوت يلي عم يشكل مربع مع الشمس من امبارح وايضا باقي لبكره. الاجواء يمكن تكون متقلبه عند بعض الابراج مثل مواليد برج العذراء ومواليد برج القوس، لكنها جيده للابراج المائيه. فكيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، فيك تعتبر هيدي الفتره استراحه نوعا ما، او كانها بمثابه تحضير، وكانك عم بتحضر لشيء، وكانها بمرحله انتقال من مكان الى اخر او من مشروع لمشروع، او عم تستريح نوعا ما. هنالك ضروره عند مولود برج الحمل لحتى ياخذ كل وقته وما يستعجل، يترك قراراته لنهار الاربعاء مش قبل. بتبقى المواليد اللي بعتبرها اقل حظا من غيرها 15 و16 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، انهار نشيط بالنسبة لك، بتحرك الأمور عندك، بصير في نوع من غربلة لبعض العلاقات، بصير في عندك نوع من حماس جديدة، أنت بتتحمس لشخص أو بتتحمس لمجموعة أو حتى لهواية معينة بتحس أنه أنت لازم تقضي وقتك فيها. الأجواء ممتازة لحتى تحسن أمورك وتخلص معاملة بعدها pending، يعني بعدها ناطرة. الأكثر حظا مولود 30 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. تعتبر من الابراج الاكثر تعبا من امبارح ومكمل لبكره الجو ايضا، فكون حذر خطوه خطوه، فكر منيح قبل ما تاخذ قرار جذري مصيري. الاجواء عندك من هالقد هاديه، في تعب في قلق، عندك طاقه كثير كبيره لكن بحاجه الى تنظيم قوي. الاكثر تعبا يلي معرض لمعاكسات هو 18 و19 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، بعتبر هيدا نهار مناسب جدا لك، عم بيعطيك دفع لقدام، عم بيعطيك قوة وجرأة لحتى تخلص شغل مهم انت عم تشتغل عليه. يمكن عندك تاز عم تكتبها، بحث بالمدرسة بالجامعة، او عندك شغل بالبيت، او عندك بعض المسائل العائلية اللي عم تثبتها. نهار ايجابي قوي قلبك، والاكثر حظا 2 3 و4 تموز يوليو. بكمل مع برج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد، الأجواء عندك بتطلب شوية مدارات، بدك تداري الأمور، بدك تخفف شوي هالثقة بالنفس اللي عندك إياها قدام الآخرين. أنت بتحتفظ الثقة بنفسك لنفسك، ما حدا بيقدر يشلك إياها، لكن قدام الآخرين اليوم بدك تساير شوي وتجامل شوي وتطريها شوي ليمشي الحال. الأجواء تعد بتقدم لكن حسب كيف تشتغل اليوم. 20-21 آب أغسطس الأكثر حظا. بكمل مع برج العذراء. فترة صعبة بتتحدى اليوم مولود برج العذراء. من امبارح الأجواء غائمة، يمكن تكون عاصفة شوي عند الأشخاص اللي منهم مهديين حالهم، يلي واصلين لليوم بعدم استقرار. الجو معقول يتحداك من خلال صديق لإلك، شخص بتعرفه، شخص بتعزه، أو من خلال خصم أو منافس شرس، فكون حذر. تبقى المواليد الأكثر تعبا مواليد أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، هنالك ضغط شغل، دفوارات بالمدرسة، هنالك ضغط حتى يمكن يكون شوي تعب صحي ما عم بخليك تمشي 100%، وانت بحاجة لكل الفعالية لكل النشاط وكل الوعي والصحصحة لحتى تخلص شغلك. الجو بيتطلب منك حركة قوية، فكون جاهز، انتبه لصحتك بهالفترة. ومطلوب منك مولود 15-16-17 اكتوبر كون حذر، لانه كوكب المريخ حد شمسك حد برجك معقول يجذب لك مثل المغناطيس مشاكل وحوادث. بكمل مع برج العقرب. نهار ممتاز مثل امبارح، من اهم الايام بهيدا الشهر. هنالك عند مولود برج العقرب انفراج، طمانينه، خبر حلو. من امبارح الامور موجوده، هالاخبار والبشائر اللي هي اخبار حلوه موجوده عندك، وبالتالي امبارح اليوم وبعد في بكره الجو كله بيحمل نتائج ممتازه. من اجمل الايام، قوي قلبك، الامور الصعبه اشتغل عليها اليوم وبكره بعد. الاكثر حظا 16-17-18-2-3-4 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس، مطلوب منك اليوم مولود برج القوس انه دير بالك على حالك، على بيتك، على بيتك، على شغلك، على مكتبك، على الناس اللي من حولك. يعني حاول انك تصغر شوي هالزوم وتحط
كل تقلك وكل اهتمامك على الناس القريبة منك، سواء بشغلك أو ببيتك أو بمدرستك أو بجامعتك. الأجواء بتحمل بعض القلق، لكن مش بالضرورة لأسباب سلبية، فيها تكون حتى أنت تنتبه لهالأمور الناقصة اللي عندك إياها. الأكثر حظا 22-23 نوفمبر، الأقل حظا 19-20 ديسمبر، كونوا حذرين. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي يكون واضح جدا بكلامك، من هلأ لتوصل الشمس لبرجك ليبلش فصل الشتاء، كل كلمة بتقولها معقولة تنفهم غلط، ومعقولة يصير في التباس، معقولة تروح على المكان الخطأ، معقولة تروح عند الشخص الخطأ. فانتبه، حتى الأسئلة والأجوبة بدك تشيك عليهم قبل، شو ما حكيت، شو ما عملت، شو كتبت، شو تواصلت مع الآخرين، دايما حط question mark. تبقى المواليد الأكثر تعبا 8-9 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو بعتبر هيدا نهار بيساعدك 100%، هيدا نهار بيعطيك حقك، هيدا نهار بيدعمك، هيدا نهار بيعطيك ما بياخد منك، حتى أشخاص من حولك هن يلي رح بيساعدوك. احتمال يكون في نوع من امتحان بسيط لإلك، لكن مفروض تكون ناجح بالنتيجة. الأقوى هي مواليد 30-31 كانون الثاني يناير، 17-18 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، القمر ببرجك من امبارح، اليوم وبكرة. شو معناتها؟ انه الشمس موجودة ببرج القوس والقمر موجود ببرجك، معناتها انه انت قادر اليوم تنتقل من مرحلة مهمة جدا الى مرحلة مهمة اخرى. مش بالضرورة تكون مهمة، لكن عم تنتقل من مكان الى اخر، وضروري يكون هالانتقال مهم وجيد بالنسبة لك، في تقدم وتطور، لأنه القمر ببرجك عم بيقول لك عندك إشارة خضراء. الأكثر حظا مواليد 28 شباط فبراير 1 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم رغبة بهالسنة لحتى تطور أمور عائلية وشخصية، بدك تشتغل على شيء بخصك لألك أنت، يمكن تكون كفاءات، يمكن تكون مؤهلات، يمكن تكون ارتباط، يمكن تكون زواج، يمكن انتقال لبيت، يمكن عم تشتري عقار، يمكن عم تسافر، عم بتهاجر. هيدي السنة فيها تكون ممتازة. ديسمبر، نيسان، أبريل، أب أغسطس هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا مع الشيف حسين ورشة ملح، من بعد كارلا بخفيف نضيف. خليكن معنا.